هذه بعض التريكس البسيطة اللي ممكن تساعدك. فنشوف مثلا لو حبيت اني اعرف التكست كم كاركتر فيه. فمثلا لو قلنا عندي التكست هذا النيم، الاسم، كم كاركتر فيه، فممكن اقول echo s dollar number name او هاش نيم، بعدين اعطاني 15 كاركتر بالاضافة الى السبيس. فهذه 15 هي بالاضافة الى السبيس، 2 4 6 8 10 12 14 15. لو كمان كان عندي numbers ممكن أقول num equal كم عددها، هذه تقريبا 6، فحنقول echo hash num تعطاني 6. طيب ناخذ مثال ثاني، tip2.sh. بإمكاننا نستخدم البريك والكونتينيو في التحكم باللوبس. فعندنا لوب اسمها select، ناخذ لها مثال. لنفرض انه عندي ايام الاسبوع، days equal sunday monday tuesday wednesday Thursday Friday Saturday، وبعدين عندي select day in days do. طيب فحنقول ايش done، نشيك اذا كان اليوم هو يوم الجمعة. أو كان يوم السبت. فحيصير عندنا هذا الويكند، وحنعمل بريك. أما لو كان أي يوم ثاني فهذا حيكون يوم عمل. وحنعمل فنقول كده فاي، ونقول دايز. ليش طبع يوم واحد؟ day هنا days. فهنا day in days أو days هنا لابد إنها تكون value. فأعطاني لستة الأيام، وأختار لو كان اليوم أحد back to work، اثنين back to work، ثلاثاء back to work، أربعاء، خميس، جمعة،
هيخرج يبدأ الويكند. لو شغلت البرنامج الثاني وقلت له اليوم هو السبت هيقول لي هذا الويكند. اوكي okay.